بسم الله الرحمن الرحيم ارحب بكم واحييكم ضيف الجزائر لهذه الحلقه على شاشات التلفزيون الجزائري. سبق لنا استضافته في حلقه فارطه. عرفنا به هو واحد من اهم المشتغلين او من اساطين المشتغلين على اشكالات الفلسفه المعاصره و وعلم التوحيد والمنطق واصول الدين له في هذا الباب الكثير من الطلاب وله الكثير من الابحاث والكثير من الاصدارات لعل لعلنا نوجز بعضها في الاتي الموجز في التحديات بين علم الكلام والفلسفه التمهيد في اصول الدين مناقشات في الحداثه والعلمانيه حاشية على شرح الورقات في اصول الفقه، الشرح الجديد على مقدمات السنوسي، له كذلك الشرح الكبير على العقيده الطحاويه وغيرها من الكتب، هو الان يشغل اداره مركز بحوث ودراسات الاصلين بالاردن، اذا نسعد بالترحيب بضيفنا ضيف الجزائر. مرة اخرى في هذه الحلقه الدكتور سعيد فوده اهلا وسهلا بك، سعداء بتواجدك معنا مره اخرى على هامش فعاليات هذا الملتقى الدولي الذي يعقده المجلس الاسلامي الاعلى. شكرا لك، شكرا لك وشكرا على هذه الاستضافه. حديثنا اليك في هذه الحلقه هو حديث علمي نعود بك الى مدرجات البحث والى حلقات العلم وحلقات التوحيد والمنطق وحلقات اشتغالكم في الاردن وغيرها في المناشط والفعاليات لعلني اترك معك اتساع المذهب الاشعري للمخالفين في الحقيقة أولا لابد من التذكير ولفت الأنظار إلى أن المذهب الأشاعرة هو صار عند العلماء منذ قرون متطاولة بأنه عنوان على مذهب أهل السنة يعني عندما نقول مذهب أهل السنة فيقصد به مذهب الأشاعرة في أكثر البلاد وينضم لذلك مدرسة الماتريدية الأحناف فهاتان المدرستان مدرسة الإمام الأشعري ومدرسة الإمام الماتريدي أبو منصور الماتريدي كلاهما هو أو مجموعهما يمثل مذهب أهل السنة وإذا عرفنا أن أهل السنة منتشرون في كل البلاد فإذا كان هؤلاء الناس على اختلاف ألوانهم ولغاتهم وقومياتهم تقبلوا المذهب الأشعري تقبلوا مذهب أهل السنة فهذا ينعكس بالضروره واحد اسبابه ان الاشاعره عندهم قدره على استيعاب الخلافات والقدره على تفهم امكانيه فتح الاجتهاد والنظر ووجود خلاف حتى بين الشيخ وطلابه، حتى بين الاشعري وبعض طلابه وطلاب طلابه يوجد خلافات ولم يتبرا منهم واحد من الاخر كما كان يفعل الاخرون من المعتزله وغيرهم. ولذلك نشات عندهم قاعده صرح بها الامام الاشعري رحمه الله تعالى قبل وفاته زاره بعض طلابه اسمه احمد بن زاهر هذا عالم ومؤرخ ومحدث وشيخه الامام الاشعري فزاره قبيل وفاته فمن ضمن الحديث الذي طلب منه الاشعري ان يبلغه للناس قال اعلم اعلم اعلموا او اشهدوا علي باني لا اكفر احدا من اهل القبله لا اكفر احدا من اهل القبله فكلهم يشيرون الى معبود واحد واختلفوا في الصفات اختلفوا في ايش؟ في الصفات ما معنى هذا الكلام؟ معناه ان عندما نرد على المخالفين ونقول هذا مخطئ او هذا مبتدع كلمه مبتدع ليست معناها انها كافر ابدا مبتدع يعني مخطئ لكن الابتداع هذا يكون نوعا ما شديدا قويا له يعني منزله صعبه عندما يكون في اصول الدين اكثر من لما يكون في الفقه يعني ممكن واحد عندما يخالفك في انك هل تحرك اصبعك او لا ما بنعمل زي بعض الناس انه بدي اقطع اصبعه حتى لا يحركه، لا حرك او لا تحرك مش المشكله الكبيره هذه لها دليل وهذه لا دليل لكن عندما يحدث الخلاف في علم التوحيد يكون له نوع من الحساسيه. في ضمن العلوم التي فيها حساسيه هذه الامام الاشعري قال انا لو اكفر احدا من اهل القبله. فيعني اعتقد ان هذه احدى سمات احدى سمات المذهب الاشعري انه لا يكفر الفرق الاسلاميه. إلا إذا خالفوا معلومة من الدين بالضرورة أو إذا التزموا أن الله سبحانه وتعالى نقص ولا أحد من المسلمين يلتزم أن الله سبحانه وتعالى فيه نقص يعني فلذلك يعني كثير من الباحثين وكثير من الطلاب عندما نقرأ لهم ونشرح لهم بعض الكتب يقولون نحن نرى أن الإمام الأشعري بعض طلابه أو بعض أتباعه أو بعض المنتسبين للمذهب الأشعري خالفه في كثير من المسائل يعني عندما نقرا بعض كتب الامام الرازي، يقول قال الاشعري كذا وهذا باطل يعني الرازي يقول عن الاشعري وهو امامه ان الاشعري قال كذا وانا اخالفه وما قاله الاشعري باطل وهذا يدرس في المتون العلميه يدرس في المتون العلميه، يعني يدرس في المتون العلميه للمبتدئين فتصور انه يعني انا في اول ما درست كتاب شرح الخريده البهيه ألف للاطفال 72 بيت للاطفال يعني للمبتدئين في علم التوحيد في هذا الكتاب الشارح الشيخ الدردير رحمه الله من المالكيه من كبار, يعني المالكية. كبار شرح المالكيه سيدي خليل الشرح الكبير والشرح الصغير اه ويقول و ينقل عن الرازي انه خالف الاشعري ثم هو رحمه الله ينقل كلاما للرازي ويخالفه وهذا الكتاب يدرس للمبتدئين تصور أنت عندما تنشئ الطالب الذي تدرسه في علم التوحيد تقول له هناك إمام المذهب نحن نخالفه وأنا الشارح الكتاب أخالف بعض من الذي خالف إمام المذهب له الرازي تصور فهذا المذهب الذي يعلم الطالب منذ صغره أن هذا المذهب ليس كله قطعيات وليس كل قول تسمعه من شيخ من إمام مهما كان هذا الإمام كبيرا وعظيما فيمكن أن يكون قد أخطأ كيف سيكون انعكاس هذا على نفسية الطالب هذا إذا فهم بالضبط ما معنى هذا الكلام وما لوازم هذا التعليم أنا في الحقيقة أركز كثيرا على هذه المواضع نحن لا ندرس علم التوحيد يعني كمادة مادة يعني. جافة أو للحفظ أو أنا لا لا أرضى بأن يحفظ الطلاب حفظا خصوصا علم التوحيد أه لو كان فقه علم مواريث إلى حد حتى علم المواريث فيه حساب ورياضيات و... فيه فهم. آه فيه فهم طبعا فما بالك بعلم التوحيد آه عندما عفوا الطالب وهو صغير يعني في بداياته سواء كان صغيرا أو كبير في بدايات أول مراحل تعليمه أو تعلمه يعرف أن المذهب فيه قطعيات وفيه اختلافات إذا هو يصير خلاص يأخذ المسائل زي ما بيحكوها ريلاكس يعني بيكون هادي أعصابه عندما يسمع أن فلان رد على فلان لكن قارن مثلا كثير من مذاهب المعتزلة إذا واحد من المعتزلة خالف شيخه التلميذ يبدع شيخه وبعضهم يكفره وهذا بصير له فرقة وهذا يصير له فرقة الجاحظ خالف شيخه صار الجاحظية الصيمري خالف شيخه صار فرقة خاصة صيمرية عند الأشاعرة لا يوجد فرق في مشايخ في مدارس كلهم تحت عنوان واحد وكما قلت لك يعني نحن ندرس كتبا الفت ألف في الجزائر وفي بلاد المشرق وفي الامام ابن التلمساني قام بشرح كتب الامام الرازي التي الفت في ما وراء النهر في 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 الري يعني فكل هذه الامه موحده تحت ظل هذا المذهب والامام الرازي كثيرا كان ما يخالف يعني في مسائل كثيره الامام الاشعري وغير الاشعري، في هناك مسائل مهمه نحن علينا لنا عليها ملاحظات ننتقدها ونضع نقدنا، الرازي جاء, جاء بدليل انا ارد عليه بدليل. وهذه تصبح قيد التعلم والتعليم. وما احوجنا اليوم الى تقبل هذه النقاشات لان الذي ينشا في بيئه مثل هذه محال ان يصبح متعنتا او يصبح خائفا فله قدره كبيره ورهيبه جدا على اداره الحوار واداره النقاش والجمع والتوفيق بين المسائل في مختلف تفرعاتها. فضيله الدكتور سعيد هذه نقطه من بين اهم النقاط التي طرحتها في مداخلتك. من بين اهم النقاط هو عدم التعنت في تكفير المخالفين. فما تعليقكم على هذه النقطة المهمة في مذهب الاشعرية في هذا الباب؟ كما قلت لك يعني نبني ايضا على ما ذكرناه انفا ان في المذهب الاشعري يوجد هناك تمييز واضح بين المعلوم من الدين بالضرورة وبين المقطوع به في المذهب. في هناك مرتبتان من القطعيات. في هناك قطعيات يعني نحن نقطع بها بانها معلومه من الدين بالضروره، يعني اي واحد يلتزم الدين الاسلامي لا يجوز له ان يخالفها. سواء كان معتزليا او زيديا او الى اخره، حتى لو لم يكن منتسبا لمذهب. اي واحد يدخل في الدين الاسلامي يجب ان يلتزم هذه المعلومات، ما تسمى بالمعلوم من الدين بالضروره، مجموعه من المسائل. الان هذه من خالفها يعني اذا 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 نحن ما كفرناه راح يكفر نفسه. <applause> يعني واحد يقول انه ان الله سبحانه وتعالى ليس موجودا، مستحيل يقول انا مسلم بعد هيك. هذه من المعلوم من الدين بالضروره. واحد يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس نبيا مثلا، هذه من رتبه المعلوم من الدين بالضروره. واحد يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس خاتم الانبياء، يمكن ان يوجد نبي بعده او وجد نبي بعده مثل القاديانيه. يعني لا سبيل الا الى رفضهم صح يعني لا لا سبيل لانك تقول لا والله في الاسلام قولان بعضهم يقول ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي واحد يقول ليس نبيا هذا فيه يعني نفي لاصل الاسلام فهذا المستوى من المعلومات قالوا عنه انه هذا هو المعلوم من الدين بالضروره الان يشترك فيه كل اهل القبله كما قلت لك يعني كل مسلم يجب ان يحققه الآن هناك قدر آخر مستوى آخر من المقطوعات يعني المعلومات لكنها ليست معلومة من الدين بالضرورة معلومة من الدين بالنظر يعني أنا توصلت إليها بعد نظري واجتهادي وكذا ووصلت إلى أنه هذا فعلا من الدين هذا يسمى الضروري في المذهب وليس ضروريا يعني في الدين فمظلة الضروري في الدين أوسع بما لا توقف فيه من مظلة إيش المذهب فلذلك يعني أهل السنة اتفقوا على أنه التكفير يعني أنت عندما تقول واحد عن واحد أنه كافر أه الأصل أنه إذا كان كافرا يخالف معلومة من الدين بالضرورة لكن لو خالفك حتى فيما أنت تعلمه من بالضرورة من مذهبك المختص أنت به لا يجوز لك أن تكفره يجوز لك أن ترد عليه تناقشه لا إشكال في ذلك جدال ما في عندنا مشكلة تعقد مناظرة معه لا إشكال لكن تكفير لا فهذا طبعا راجع لأساس فهم الإسلام أن الإسلام الله سبحانه وتعالى كلف الناس بقدر من المعلومات ثم أطلق لهم طريقة النظر أن كل واحد يكمل نفسه أو يتكمل في فهم الدين بحسب قدرته بعضهم يخطئ وبعضهم يصيب لكن في هناك مخطئ وفي مصيب ليس كل المتكلمين مصيبين قطعا بالضرورة فالمذهب الأشعري عنده قدرة على فهم هذه المسألة قد تبدو يعني لمن يسمعه إنما هي واضحة سهلة يعني أمر سهل ما, ال ما هو الأمر العبقري الذي تحكيه لكن تطبيقه فعليا في المسائل الدينية وفي البحوث أمر دقيق جدا يترتب عليه مواقف ومسائل دقيقة جدا هذا تقريبا يعني ما يمكن أن يقال باختصار يعني في في هذا المجال، وبناء عليه صار تعامل الأشاعرة مع غيرهم صار في عندهم قدرة على استيعاب أكثر الفرق الإسلامية عاشوا في ظل الدول الأشعرية. هذا الذي أود أن أسألك عنه، هو قدرة المذهب الأشعري على التواصل الحضاري مع مختلف الفئات المكونة نعم. او المدارس ان صح التعبير المكونة للعالم الاسلامي في, في الحقيقة القناة. هذا ليس بحاجة لسؤال لانه هذا واقع تاريخي هذا حصل ان وجدت دول عبر التاريخ هي دول اشعرية كان في ضمنها في ظلها الزيدية عايشين والاباضية وازيدك حتى الزنادقة كانوا يعيشون في ظلها دعنا نقف عند بعض الامثلة <applause> هذا تاريخ واقع دعنا نقف عند بعض الأمثلة التاريخية ونسردها للمشاهد حتى يتمتع برحابة الصدر وسعته الله. والقدرة على التعايش أبدأ. في ظل هذه المدرسة. جميل، أنا أضرب لك مثلاً أو بعض الأمثلة ويمكن إذا استرسلت نحكي فترة طويلة يعني الشيعة موجودون، الشيعة موجودون. قبل ان تصبح دوله ايران شيعيه تحت ظل اي دول كانوا يعيشون تحت ظل الدول الاسلاميه السنيه هل تعرف استاذ الكريم ان بعض كبار علماء الشيعه ومنهم الامام الحلي هذا الذي يسمى بالعلامه وهو علامه فعلا هذا من احد كبار علماء المذهب الشيعي بعض مشايخه من السنه كان يدرس عند اهل السنه بعض كتبه شروح لكتب اهل السنه يعني هو من احد اصحاب الشروح لمتن ابن الحاجب الاصولي في هناك هذا الكتاب من ابن الحاجب طبعا مالكي له المختصر الفقهي والمختصر الاصولي والمختصر الاصولي يعني في اصول الفقه متن مشهور جدا في قمه الدقه يعني في رتبه عاليه جدا في في, في المستوى الاصول احد شراحه في هناك هو الامام الحلي هو الامام الحلي الشيعي الامام حتى يعني الشيعة عندما يقولون العلامه خلاص يراد به الامام الحلي الشيعي هذا شرح احد كتب علماء اهل السنه ودرس عند بعض علماء اهل السنه وكذلك العكس كان يحدث لاحظ حتى مثلا الزيديه موجودون في اليمن الاباضيه موجودون الشيعة موجودون في العراق لماذا ابعدنا ورحنا لايران يعني نسبة كبيرة جدا من الشعب العراقي شيعة وكانوا يعيشون مع بعض الحوزات في دمشق أنا نفسي كنت أذهب إلى دمشق قبل حصول ما حصل في سوريا مؤخرا إلى الحوزة الزينبية أنا نفسي كنت أطلع بالسيارة وأروح إلى الحوزة الزنبية وأشتري كتب وأتناقش مع مشايخهم وهكذا وأخذ كتبهم وأشتريها ويسألونني وهكذا لا يوجد هناك يعني نوع من المحاربة والقتل والمقتل أبدا أبدا لأنه نحن نعلم أنه هذا في الأخير أنا, أنا أخطئك وأنت تخطئني وأنت تبذل جهدك وفي النهاية الله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم بيننا أنا دائما أقول في هذه المسائل اللي هي مسائل الاعتقاد وأنا يعني أقرره يعني من ناحية علمية ليس من ناحية وعظية أو خطابية أيضا لو تلاحظ أنه أنه في الشريعة الإسلامية جعل هناك مثلا عقوبة على القتل عقوبة على السرقة عقوبة على قطع الطريق لكن لا يوجد هناك عقوبة على أنه واحد شيعي ولا معتزلي صحيح لا يوجد متى يصير في هناك إشكالية إذا هذا الشيعي صار مفسدا في المجتمع صار يخرب ويعمل فتنة وكذا بيجي الحاكم مش انا اللي بعذره بيجي الحاكم بيحكي له تادب يعني في هنا احترم الاخر فقط اما انه يعاقبه كعقوبه تعزير او حد لا يوجد في الشريعه ومع ذلك نحن نجزم مثلا كسنه نحن نجزم انه الشيعه مخطئون مخطئون لكن لا يجوز لي ان اعاقبه لمجرد انه شيعي ما لم يتعدى الحد ويؤذي او يتجاوز يعني على الاخرين لا يجوز ان اتكلم معه ربما اعود معك فضيله الدكتور سعيد الى نقطه استيعاب مذهب اهل السنه للاخر نعم والى الاستزاده من معين هذه المدرسه التي تقبل بالحوار وتقبل بالنقاش في ظلالها الوارفه على مر العصور نعم يعني كما قلت لك يمكن ان نستطرد ونضرب امثله كثيره جدا. ساذكر لك مثالا اخر. هناك في الدوله العثمانيه خصوصا في مراحلها يعني المتاخره قرون يعني ليس عباره عن سنوات. هناك ما كان يسمى بنظام المله. او الملل، معروف. ما هو هذا نظام الملل؟ هذا المنظومه كيف يتم التعامل الدوله الدولة العثمانية طبعا كما تعلم كانت سنية أيضا مذهب حنفي ومذهب ما تريدي أو أشعري كان هذا هو المعتمد عند العثمانيين كلهم مع ذلك يعني اعتمدوا نظاما اسمه نظام الملل إيش يعني نظام الملل هو نظام للتعامل ليس فقط مع المخالفين من الإسلاميين هذا يعني تحصيل حاصل يجب أن يتم احترامهم لكن والشيعة كانوا في ظل الدولة العثمانية الزيدية الآيزيدية الإسماعيلية الباطنية كلهم كانوا في ظل الدولة العثمانية لا أحد منهم يعني يروي رواية على أنه قتل أو ضرب أو قطعت يده فقط لأنه شيعي أبدا ليس, ليس هناك حوادث بهذه الطريقة في, في التاريخ نظام الملل هو عبارة عن نظام كيفية التعامل مع غير المسلم مش فقط مع المسلم يعني مع الصابئة الزنادقة مع اليهود مع المسيحيين مع أي ملة أخرى غير الإسلام كيف كانت الدولة تتعامل معهم كانت تقول لهم هناك أحكام اسمها أحكام عامة أحكام عامة تسمى في القانون بالأحكام المتعدئة يعني الحكومة يسري على الجميع وهناك أحكام خاصة يعني كيف أنت تتزوج كيف ما الذي يجوز لك أن تأكله ما الذي لا يجوز لك أن تأكله حسب شريعتك يعني المسلم يحرم عليه أكل الخنزير مثلا المسيحي يقول أنا شريعتي لا تحرم أكل الخنزير هل للدولة أن تمنعه من أكل الخنزير؟ لا لأنه هذه أحكام خاصة وليست متعدية لكن لا يجوز أنه يعمل على بيع الخنزير مثلا للمسلم هي تعاقب المسلم إذا راح سكر لكن لا تعاقب المسيح إذا سكر هذه أحكام خاصة ولذلك كانت تسمح لهم بأنظمة في ضمن مجموعات خاصة أنه إذا حصلت إشكالات ليست الدولة التي تحل هذه الإشكالات تحال يحال حل هذه الدولة يعني يفوض بما كان يسمى الرئيس أو الزعيم زعيم زعيم أو بالضبط يقال له هذا من خصوصك خصوصياتك دبر حالك معهم احنا ما لنا دخل فيهم هذه مسالتكم هذا مساله مهمه جدا وجميله و... جدا و... وراقيه و وب... يعني احنا نتكلم في الحاضر يعني ال... لها دواوين وقوانين مسجله ومدونه ولا نتخيل عن خ... لا نتكلم عن خيال او فقه مجرد عن التطبيق لا هكذا... هذا كان يطبق كان يطبق فيعني اعتقد انه اي واحد يتساءل انه هل يمكن للدولة السنية الاشعرية او الماتريدية ان تستوعب المخالفين، طبعا فعلا استوعبتهم. وعاشت وعاشوا في ضمنها قرون. اليهود اين كانوا يعيشون؟ كان كانوا يهربون من اوروبا وكانوا يعيشون في بلاد الاسلام. اليمن كان فيها قبل دولة الصهاينة كان فيها آلاف اليهود. في مصر كان يهود. هل احد منهم هل احد كان يعتدي عليهم؟ ابدا. ابدا. ابدا وكان كان معروف انهم يهود مش متخبيين ومتخفين يعني في الشام كان في يهود في حارة اليهود كان ولا أحد يعتدي عليهم يعني ماذا نريد مش تسامح أنا لا أسميه تسامحا أنا أسميه عدل هذا هو العدل الدولة تدار بالعدل وليس بالتسامح يعني ليس من حق الدولة أصلا أن تعتدي على هؤلاء فما بالك هل لنا يعني أن نتخيل أنه يعني هل يمكن أن نتخيل أنه دولة سنية تعتدي على معتزل لأنه معتزل وهي تحترم الذي يكفر بدينها مستحيل مستحيل, مستحيل. فهي دولة تدار على أساس العدل مش على أساس وجدانيات وعواطف أنه أنا أريد أن أتسامح معك لا ليس يتسامح هذا حقي عدل والأمم التي تقوم على أساس العدل سيكتب لها النجاح دواني. فضيلة الدكتور سعيد فودة سعيد فودة أصل معك إلى ختام هذا العدد من برنامج في الجزائر الذي شرفتنا الله فيه. فيه بتواجدك معنا وهذا النقاش العلمي حول المذهب الشعري في البلاد المغاربية وأثره في التوحيد وما إلى ذلك ناقشنا مجموعة من النقاط كانت من الأهمية بما كان أترك لك مسك إيه الختام إيه. مع الجمهور شكرا لك شكرا لك وشكرا لجمهورك الكريم وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يعني يزيدنا بصيرة في الدين لأن الازدياد في العلم هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق يعني حياة هنيئة خالية عن المناغصات. إذا مشاهدينا الكرام كانت هذه جولتنا مع الدكتور سعيد فودة في المذهب الأشعري في البلاد المغاربية وأثره في التوحيد تحدثنا عن جملة من النقاط لعل أبرزها سعة ورحابة هذه المدرسة في استيعاب المخالفين وعيش المخالفين في عبر مر التاريخ في رحابة صدر وفي نقاش وفي توائم متميز في ظل هذه الدول التي قامت. إلى أن ألقاكم مع ضيف آخر من ضيوف الجزائر أشكركم سلام.